بكم. دكتور جيهان البكري، كونسلتنت في دانا جاز. انا عايزه اكلمكم عن اهميه البتروليوم سيستم او البتروليوم جيوكيمستري تو اندرستاند نيو بيزن او بيزن اوريدي في ابار محفوره وعندنا جيوكيميكال داتا ليها، وايه اهميه الجيوكيميكال داتا تو اندرستاند البيزن بتاعك او تو اندرستاند سورس روك. الاكيوميليشن دي جت منين، مايجريتد ازاي، ايه التايب اوف ذا فلويد، وده كله بيدي فاليو في الاندرستاندنج بتاع البيزن ده. تاني نقطه حابه ان انا اتكلم فيها هي البيزن موديلنج، وهل وازاي البيزن موديلنج 1D 2D 3D دايمنشن از امبورتنت ان انت تقدر تفهم البيزن بتاعك. بيجاوب على اكتر من سؤال، بيجاوب على الماتوريتي، بيجاوب على المايجريشن باس ويز، بيساعدك ان انت تو اندرستاند هاو الفلويد مايجريتد من السورس روك تو ذا تراب. از سمري احنا دلوقتي غطينا ديفرنت بوينت بالنسبه للبتروليوم سيستم رول في الاكسبلوريشن او في تو اندرستاند بيزن. اول حاجه ان احنا قلنا اهميه الانتجريشن ما بين جيولوجي وما بين الجيوكيمستري، اهميه الجيوكيمستري تو اندرستاند السورس روك عن طريق البايروليسيس داتا، تو اندرستاند التايب اوف ذا فلويد عن طريق الفلويد داتا، لو انت عندك جاز داتا هاو تو ديفرنشيت او تو كالكوليت بايوجينيك برسنتج فيرسس ثيرموجينيك برسنتج من الفلويد داتا او الاويل داتا كوندنسيت داتا، هاو تو يوز الباي ماركر داتا او الفلويد داتا تو اندرستاند سورس روك، تو اندرستاند الايج، تو اندرستاند الماتوريتي. انا دلوقتي جايه لكم عن طريق شركه سترات اويل تو شير النوليدج فور نوليدج، وانتظروا a lot of series of videos to discuss different point in terms of science and geology. Thank you.